وكما سجل 336 حالة وفاة منها 10 حالات جديدة. وبالتفصيل تجدر الإشارة إلى ما يلي: فيما يخص الحالات المؤكدة مخبريا وعددها 2160 هي موزعة عبر 47 ولاية، والحالات المسجلة في ولاية البليدة والجزائر العاصمة تمثل ما يقارب 56% من المجموع الحالي. 26 ولاية لم تسجل أي حالة اليوم، أما 15 من ولاية سجلت ما بين حالة إلى 3 حالات. فيما يخص الوفيات، عدد الوفيات الإجمالي هو 336 موزع عبر 38 ولاية، علما أن الحالات المسجلة في ولاية البليدة والجزائر العاصمة تمثل أكثر من 50% من المجموع الوطني. وعدد الوفيات الجديدة وهي 10 موزعة عبر 6 ولايات، 4 حالة وفاة في ولاية الجزائر العاصمة، 2 بالبليدة، وحالة واحدة بكل من وهران وقسنطينة جيجل وسيدي بلعباس. فيما يخص الحالات تحت العلاج، عددها 3213 وتشمل 1321 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري، و 1892 حالة محتملة حسب تحاليل الأشعة وسكانر. فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، عددها 708 وتزداد يوما بعد يوم، والحالات التابعة لولاية البليدة والجزائر العاصمة التي تماثلت للشفاء تمثل 52% من المجموع الوطني. فيما يخص الاستشفاء، نذكر أن نسبة الأسرة المشغولة في مصالح الإنعاش هي 17%، وتم خروج قرابة 20 مريض من مصالح العناية المركزية.